والله احنا بنحب اللحمه بشكل عام، بس احنا ما عمرنا شفنا اللحمه، يعني احنا بنفسنا في اللحمه، نفسنا نشوف حاجه اسمها لحمه، يعني كيف اللحمه. Gaza, di tengah blokade Israel tak berkesudahan membuat kondisi ekonomi masyarakat mereka semakin terpuruk, hingga kebutuhan makanan pokok sehari-hari pun sulit dipenuhi. والله الحالة الامتداد الغذائية في منطقتنا انت شايف يعني لا شغلة ولا عاملة إذا أجت جمعية مؤسسة جابت لنا أكل أكلنا ما كناش إلا على طريق كيس الطحين المؤن اللي بناخده عدس شغلات زي هيك والناس صعبة حياتهم هنا صعب ما حدش بيجيهم ولا حد يشوف حياتهم كيف وضعهم كيف والناس تحت الصفر كلهم. Ketersediaan makanan yang sulit bahkan juga dirasakan saat Idul Adha tiba. Saat daging kurban menjadi hal yang biasa bagi kita di hari raya, bagi mereka justru merupakan suatu hal yang sangat langka. والله احنا بنسمع في عيد اضحى وان شاء الله بعود علينا وعلى جميع امه محمد وامه المسلمين. بالنسبه لعيد الاضحى احنا بنسمع في سمع. لكن بنشوف الشيء عيد اضحى بالنسبه للفقر اللي احنا عايشين في المنطقه هذه. فيش عندنا امكانيات ان نشتري مثلا الملابس، فيش عندنا امكانيات ان نجيب لحمه للعيد الاضحى، فيش عندنا امكانيات نجيب اي شيء بالنسبه لعيد الاضحى. احنا بنحب جميع اللحوم بس ما نشوفش ولا نوع لحوم في عيد الاضحى، بنسمع انه عيد اضحى الناس بتضحى لكن احنا والله ما بنشوف اللحمه. نفسنا بلحمه مشويه، نفسنا بلحمه كباب، نفسنا في اي نوع لحمه ما نشوفش في المنطقه، لانه بنعيش بمنطقه فقر مطلق على الغايه. والله احنا بنحب اللحمه بشكل عام، بس احنا ما عمرنا شفنا اللحمه، يعني احنا بنفسنا في اللحمه، نفسنا نشوف حاجه اسمها لحمه، يعني كيف اللحمه؟ من وين بتيجي؟ كيف تطلع اللحمه؟ هي لحمه هي من خروف؟ من كيف اللحمه؟ كيس يعني بيجي لحمه؟ مش فاهمين احنا. احنا نفسنا نشوف اللحمه كيف بتيجي. والله احنا بنتوقع الامل من الله وان شاء الله بيجي اي مساعده وبنتقبلها لانك انت شايف الوضع اللي احنا بنعيشه مأساوي للغايه في قطاع غزه بالذات في المنطقه اللي احنا عايشينها. ايش الله بيقدر ايش الله بيبعث منهم ان احنا بنتقبل لا يجيبوا لنا كيلو لحمه وقيت لحمه بس المهم نذوق احنا في المنطقه. ان شاء الله كل خير من اهل الخير، ان شاء الله بيساعدونا وبيقفوا معنا، ان شاء الله بيعملوا حاجه جديده للمنطقه، ان شاء الله بيفرحوا الاولاد الصغار، احنا بنحب الخير للكل. وإن شاء الله بيجوا أهل جماعة الخير يجي يعملوا لنا خير في هالمنطقة ويفرحونا ويزبطونا كل هالمنطقة ويفرحوا على الصغار ويفرحوا على الكبار يجيبوا كسوة للطنية للأولاد يجيبوا أواعي للصغار يفرحوا هالأولاد يعملوا أجواء عيد. Sahabat Kasih Palestina, inilah saatnya kita berbagi untuk mereka. Berbagi kebahagiaan dengan langkah yang kita bisa. Kirimkan kurban terbaikmu bersama Kasih Palestina. Semoga ini jadi langkah kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.